بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. متتبعات قناة أم عبد الرحمن، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بلا ثلاثيام اني بريمير، ثالثة ابتدائي. طبعا هذا الكراس هذا أحسن نموذج لكراس خارجي، يعني ما يتباعش في المدرسة، يتباعش في المكتبة، يتباع في المكتبات، واللي تقدري كأم أنك تستندي عليه. طبعا أنا شفت كثير من الكراريس بصح ما يتوازنوش وما يتوازاوش مع البرنامج اللي رانا ندرسو. طبعا راح نقول لك على واش كنت صفحه ونخبرك علاش كأستاذة نشرحت لك هذا. أنا ما عندي حتى علاقة بالكاتب ولا بالناشر ولا بحتى حاجة، عندي علاقة بلو كونتوني، يعني المضمون تاع هذا الكراس، باش تشوفوه مليح. كاين بزاف النماذج في المكتبات بهذا الطريقة، بصح هذا شوفه باش تشوفها مليح. كاي دو كلاس دوزيام جينيراسيون، هنا عندي غرافيزم اكريتور كوبي برودكسيون اكريت. هنا واش راهم كاتبين تحت في الاسفل، هذا هو واش راه مكتوب فيه. 5 اماني بريمير ابتدائي مشورات كليك 64 صفحه. طبعا انا مانيش ندير لها اشهار نهائيا، ما عندي علاقه حتى بوكاله الاشهار ولا لا بالمنشورات تاع هذا الكتاب ولا الكاتب ولا غير ذلك. شوف الكراس ياك فيه يتبع التسلسل اللي رانا نخدموه تاع توزيع الحصص الفرنسيه، اكيد اللي خدمه استاذ. يعني كاين كراريس تجاريه خدموها ماهوش اساتذه، يعني على الاقل ان صح التعبير ماهوش اساتذه تاع تعليم ابتدائي. هذا الكراس خادمه استاذ يقري التعليم الابتدائي، راح يتبع توزيع الحصص تاعنا كاساتذه فرنسيين تاع ماده اللغه الفرنسيه. اذا اول حصه راح نديروها طبعا حتى البرومي اكتوبر راح نديرو غرافيزم، هذه الاشكال، ها هذه الاشكال، يعني التلميذ راح يحوط هذا الشكل الثاني. شوف هكا، طبعا هذه نديروهم في التحضيري ونديروهم حنايا في الثوازيام اني بريمير، نخدمو بهم، نبدو بهم، ما نبدوش ديريكتومون بالالفابي ولا لي فوايل في ليكريتور. هاد الاشكال نقولهم لي غرافيزم. شوف هنايا شحال من حصه كاع، ها شوف هنايا هاك، شوف الحصه، شوف الاخر، هذا هذه الشكل هاك. طبعا دوك نخبرك الفرق بين العربيه والفرنسيه. شوف هنايا الاستاذ تاع الفرنسي لو كان ميراقبش التلميذ تاعه ياك يبدا له منا ويروح، هي نورمالمون يبدا هاكا، لو كان ما يراقبهش يلقاه بادي منا من اليمين نحو اليسار. حنا علاه نديرو هذا الغرافيزم هي الاولى ياك، باش نعلمو ليلاف ولا التلميذ يكتب من اليسار الى اليمين. طبعا الحصص كثيره راح نديرو فيها هذا الغرافيزم، من بعد نروحو لي فوايال. عندي هنايا فليكريتور ياك، عندي هنايا باغ اكزومبل لا فوايال ا، عندي كتبو ا مينوسكول ونكتبو ا ماجوسكول، والحصه الاخرى نكتبوا الاي مينوسكول ونكتبوا الاي ماجوسكول. هنا الكتابه تاع الكراس نقولها اكريتور كورسيف، ما كانش امو، ما نديروش امو، ما نزيدوش هنا امو. علاه ما نزيدوش لومو؟ على خاطر ديجا هنايا التلميذ ياك ما راهش قاري الحروف الاخرى باش يكتب لي كلمه. انا شفت كنت كان عندي نسيته لا غالبا، كان عندي كراس وحده اخرى من هذه الاشكال اللي كتشوف فيها، هنايا لتحت ديري له امو، بايزوم كاتب لها امينه، هنا ليلى، هنا التلميذ اللي عندي مازال ما قراش الان ومازال ما قراش الان، كي تكتبها لك مع الاول اي مين شمش صاي. شوف هنايا الان ثاني هنايا عندي ان مينيسكول ان ماجوسكول ان مينيسكول ان ماجوسكول، هذو نقلهم مع بعضهم الا والاي لي فوايا نقلهم تتابع، نقلو هذا الاول وهذا الزوج، والحروف نقلو هذا الاول وهذا الزوج. طبعا نتبعوا التسلسل تاع الكتاب. عندي حصه اخرى هي كوبي، ولا كوبي هي كتابه جمله، كتابة جملة. شوف هنايا هنا ديجا التلميذ تعلم يكتب الا والام والاي والان، هاد الاو جي تري فاسيل باش يكتبها، جي تري فاسيل باش يديرها باش يكتبها، وهنا ما فيهاش بزاف الصعوبة باش يكتب امين باغ اكزومبل، ولا نكتب امينة ندير الا صاي. نروح هنا من بعد كوبي واش عندنا، عندنا دي زيكزارسيس يكري، وهم مسميها برودكسيون اكريت، برودكسيون اكريت ما كانش لا ثوازيام اني، عندنا دي زيكزارسيس اكري. الوغ هنايا عندنا هنايا هنا هاد التمارين اللي يختارهم الاستاذ روحه، وكما سبقت وقلت هذا الكراس تعتمدي عليه في البيت، وممكن يديه الاستاذ كنموذج.
هنايا باغ اكزومبل جو نتور لا بروميير لتر دو مون برينوم، يعني جو مابيل باغ اكزومبل مون برينوم فاتحة كومونس باغ اف، ندور على الاف ماجوسكول، فوالا فوالا جو نتور لا بروميير لتر دو مون برينوم. هنايا صاي كي لقاه يعاود يكتبه هنايا، يعني يتبع ل ليكريتور لي هنا ويكتبه هنايا. طبعا نروح هكا تتسلسل الكراسي، يتسلسل هنا عندي الاو ونقرو الاي، نقرو الاو ونقرو الاي كوم دي فوايل، ونقرو تي مع الدي، ها تي وها هنا الدي صاي. وما كانش يكريتشوف تاع لي مو باسكو هنا لي مو مازال لي زيلف ما كملوش لي لاتر باش يكتبوها. عندي كوبي راح يكتب الكوبي، عاد يكتب هنا في لي كوبي ما راحش يكتب اون فراس كومبليت، راح يكتب دي مو سام. باغ اكزومبل هنا دينا، دينا شوف هنايا قرينا الدي وقرينا الاي وقرينا الان وقرينا الا، يقدر يكتبها هنا تينا، اقرا تي وقرا الاي وقرا الان وقرا الا. هنايا هنا لي زيكسيكري زي راح نشوف هنايا واش راه كاتب. جونتور لي لتر كي فورمون برينوم، نحوط على كاع الحروف اللي نكتب بها الاسم تاعي، وهنا يشوف راه لي لتر مينيسكول وعاود يكتبها هنايا. طبعا هاد لي زيكسيرسيس هنايا مسؤول عليهم الاستاذ تاع الماده، هو اللي يدير لي زيكسيرسيس نتاع الكتاب، يبقوا فقط تمارين تدعيميه على خاطرش فيهم صعوبات ما نقدرش كاستاذ نديرهم 45 دقيقه، خاطر تكون عندي فيها الشفوي، خاطر تكون عندي استخراج الحرف، خاطر تكون عندي كريتشو، ما نقدرش نزيد ثاني تمارين تاع الكتاب، تجدي الوقت وضيع حلي، والتلميذ راه عاد في بدايه الحصه. طبعا بقيت نشارك معكم هذا الكراس. هنا شوفي كي تشوفي هذا الموديل، كي تروحي المكتبه تشوفي تحت الموديل كاتب امو ما تشريش، انا هذا احسن نموذج شفته في المكتبات، باللي يكتب لي هنايا ليكريتور وحدها تاع لي لتر، وكوبي يدير ليا لي مو اللي تكون معاها تكون معاها هنايا الاو، ها او مار هنايا كاع لي لتر قاريهم يكتب بها الكلمه. شوف هاد الكراس فيه حتى التقويم، يعني حنا كي نكملوا الوحده الاولى اللي فيها الا والاي والام والان، نديروا تقويم لهذه الوحده، نديروا لها تقويم ولها ايفالياسيون تاع لا سيكونس. الكراس في روحه فيه التقويم تاع الوحده، طبعا وحده فيها 3 سيكونس، هذه ايفالياسيون دو بروجي نيميرو 1، كاع التقويم تاع الوحده الاولى كامل، قرينا الام قرينا الان وقرينا تي والدي والتي والدي ولي فوايل ال ا والاي والاو 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 والاي، هنا فيها تقويم كامل للوحده مش للوحده للبروجي. بقيت نقسم معكم فقط اللي ما قدرتش تلقى هذا الكراس ولقيت كراس ذي كيفاه والله، وتقدر تساعد الابن تاعها به ماذا بكم. طبعا ثوازيام اني واعره في اخر السنه، تقول ولدي ما دا حتى حاجه على خاطرش الاستاذ يتبع برنامج، استاذ يتبع برنامج، عندي ان ديالوغ نديره، عندي دي لاتر نديرهم، عندي اكريتور نديرها، هذا ما كان باش التلميذ يدير لك اون باز تري فورت في دي لا ثوازيام اني، من ثوازيام اني الى تعاوني تعاوني على الاقل لما عندك باش دير ليه لي كور ولا تعاونيه بهذا الكراريس تي تخدمي معاه. ما بقى لي الا اني نتمنى لكم دخول مدرسي موفق، والى اللقاء باذن الله تعالى.